البرغواطيون يمنعون الأمويين من التمدد من المغرب الأقصى، والمرابطون يتحصنون داخل أسوارها، والمرينيون يزيدون من تضييق الخناق على المدينة، والسعديون يسمحون للأندلسيين ببناء سورهم. الرباط، العاصمة، مركز الإدارة والإثارة، وموطن الحكام والسلاطين. ولدت من رحم الخوف، فامتدت أسوارها شرقاً وغرباً. توالي الأمم على المدينة ترك على أسوارها حكايات وحكايات. هكذا أصبحت الرباط مكبلة حياة من وراء الجدران. العدوتان ووادي أبي رقراط يمد حبل وده الأبدي إلى الضفة الأخرى، حيث مدينة سلا. صومعة حسان، ضخمة البنيان، رفع قواعدها السلطان يعقوب المنصور الموحدي بزخارف أندلسية أصيلة، شامخة تطل على المحيط الأطلسي، مزار العابرين، ولوحة فنية تسحر الناظرين. وليتواصل الانعطاق والتحرر والخروج من ثوب الماضي، لتعطي المدينة لوحة من الأصالة والمعاصرة على ضفاف نهر أبي رقراق.